السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان استديو التلفزيون ضمن محاضرات الإعلام التلفزيوني لدى طلبة مساق الإعلام التلفزيوني لدى طلبة الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في جامعة الإسراء. في هذه المحاضرة سنتعرف على استديو التلفزيون من حيث مكوناته وأنواعه المختلفة. سنتعرف على أنواع الاستديوهات من حيث الوظيفة ومن حيث المساحة. أولا، أنواع الاستديوهات من حيث الوظيفة. في عندي استديو هواء أو استديو تنفيذ. في استديو الهواء أو استديو التنفيذ من اسمه يعني إنه أنا من خلال هذا الاستديو أنا بدي أطلع مباشر أو اللي هو أطلع على الهواء. كلكم بتسمعوا إنه دائما يلا إحنا في اللوكيشن أو لما نيجي ساعة اللي هو التسجيل أو ساعة البث يلا إحنا على الهواء. يعني على الهواء يعني معنى الكلام إنه إحنا الآن متصلين مباشرة على الهواء، تمام. فهذه بنسميها اللي هو الاستديوهات اللي من خلالها بتم بث المحطات على الهواء مباشرة، من اسمها استديوهات الهواء أو استديوهات التنفيذ. هذا من حيث الوظيفة والاستخدام. إذن من حيث الوظيفة في عندي استديو الهواء أو التنفيذ، والنوع الثاني في عندي استديو اللي بسميه التسجيلات. يعني هذا الاستديو أو المكان اللي بيتم فيه تسجيل كافة أشكال البرامج قبل عملية مونتاج هذه البرامج أو بثها. النوع الثالث من الاستديوهات وهي استديوهات الأخبار، وهي التي يتم بها التسجيلات الإخبارية وعملية البث المباشر. يعني في هذه الاستديوهات بس اللي بيتم استخدامه أو الوظيفة اللي بيقوم فيها هذا الاستديو أنه بس بدي يقوم في عملية أو يكون في عملية تسجيل الأخبار وعملية البث المباشر. النوع الآخر من أنواع الاستديوهات وهي استديوهات الدوبلاج أو التزامن الصوتي. في هذه الأنواع من الاستديوهات وهي استديوهات الدوبلاج أو التزامن الصوتي، وهي التي يتم فيها تركيب الصوت على الصورة وكل المواد المدبلجة أو الكرتون أو المادة المراد تعديلها صوتيا. في هذا الاستديو استديو الدوبلاج أو استديو التزامن الصوتي، يعني أنا بس بدي يصير هنا عندي عملية اللي هو التركيب الصوت على الصورة، أو اللي هي بدي أجيب أنا كل المواد المدبلجة عندي أو الكرتون اللي أنا عملته أو صممته لحتى أعمل فيها مثلا صور متحركة أو مشاهد أو ما شابه، اللي أنا بدي أعدلها صوتيا في اللي هو استديو الدوبلاج. إذن صار عندي أربع أنواع من أنواع الاستديوهات من حيث الوظيفة. النوع الأول وهو استديو الهواء أو استديو التنفيذ، والنوع الثاني وهي استديو التسجيلات، والنوع الثالث وهو استديوهات الأخبار، أما النوع الآخر أو النوع الأخير الرابع وهو استديو الدوبلاج. طيب تعال نتعرف على الاستديوهات من حيث المساحة والحجم. في عندي أكثر من نوع للاستديوهات من حيث المساحة والحجم، اختصرناها قلنا بدنا نقول انه عندي ثلاث انواع: استديو كبير الحجم واستديو متوسط الحجم واستديو صغير الحجم. طيب من الاستديو الكبير الحجم ايش بتم تسجيل فيه؟ فاستديو الكبير الحجم بتم تسجيل فيه جميع البرامج التي يكون موجود فيها مبدأ الاستعراضات، كل أنواع الاستعراضات بدها تكون موجودة أو بتم استخدامها في هذا النوع أو هكذا أنواع من أنواع الاستديو. النوع الثاني أيضا يعني أو الاستخدام الثاني في الاستديو الكبير الحجم هي الأغاني. يعني ممكن يعملوا أغاني أناشيد معينة، وين بتم تسجيل هذه الأغاني؟ كلها بتكون موجودة في استديوهات كبيرة الحجم.
أيضا الفوازير بتم تسجيلها في الاستديوهات الكبيرة الحجم، أيضا برامج المنوعات المختلفة والأعمال الدرامية وبرامج التوك شو، كل هذه بتم استخدامها أو تلك الأنواع من البرامج تحتاج طبعا لديكورات ومساحات كبيرة وإضاءة ومجاميع كبيرة أيضا من الجمهور. بتلك البرامج دائما بتكون فيها البرامج أو الفوازير أو الاستعراضات دائما بيكون فيها اللي هو جمهور كبير، يعني زي المسرح مثلا، مسرح مصر كلكم بتشوفوا في مسرح مصر كيف بتتم اللي هو عملية الاستعراضات في هذا المسرح بكافة أشكالها وأنواعها، لازم يكون جمهور في هذا المسرح. زي برنامج مثلا باسم يوسف، وشفتوا كيف بيكون بيقوم باسم يوسف في عملية استعراضات وتسجيل كان أغاني وفقرات موسيقية وتمثيلية، والجمهور بيكون داخل الاستديو. برنامج المسامح كريم لجورج قرداحي، وشفتوا كيف بيكون الجمهور وقديش مساحة الجمهور وإيش إمكانيات الاستديو اللي موجودة في هذا، في الاستديو الكبير الحجم اللي هو بتبقى شاشة العرض وبيبقى الضيوف على الشمال وعلى اليمين والضيوف الآخرين في الخلف. هذه كلها إمكانيات بتحتاج إلى استديو كبير الحجم. إذن في الاستديو الكبير الحجم بقدر أنا أقول إنه بتم استخدامه في الأعمال الدرامية والمنوعات والأغاني والفوازير والاستعراضات. طيب الاستديو المتوسط الحجم دائما بيكون فيه دائما هذا الاستديو اللي هي المناقشات اللي هو الراوند تيبل دكشن التي يكون بها دائما أكثر من ضيف. هذه البرامج الحوارية المتنوعة تحتاج دائما إلى استديو متوسط الحجم، عكس الاستديوهات الصغيرة الحجم اللي أنا ممكن أستضيف فيها ضيف واحد، زي مثلا برامج صباح الخير أو برنامج اللي هو في ضيف واحد زي اللي بتشوفوه كنتوا على قناة الكتاب، دائما بيجيبوا ضيف بكل استديو صغير الحجم، وممكن اللي هو الديكورات الخفيفة اللي يتم استخدامها في هذا الاستديو الصغير الحجم. طبعا من حيث التكلفة الاستديوهات الصغيرة الحجم طبعا أقل من الاستديوهات المتوسطة الحجم، فهي وأقل المتوسطة الحجم من الاستديوهات الكبيرة الحجم لأنها تكلفتها تكلف أكثر من الاستديوهات المتوسطة والصغيرة. طيب ما هي مكونات الاستديوهات؟ طبعا الاستديوهات هذه اللي حكيناها أو اللي تحدثنا فيها اللي هي سواء من حيث الحجم أو الاستديوهات من حيث الاستخدام، هذه الاستديوهات بتتكون من حاجتين اللي هي حاجة بنسميها اللي هو غرفة التحكم الكنترول روم والبلاتو. تمام، البلاتو اللي هو مثلا لما بقول كلمة بلاتو يعني كل ما يحيط، يعني بلاتو لما أقول لك البلاتو تعالوا يعني يلا يعني جئ القاعة، يعني زي ما نقول إحنا في المحاضرة إيش بيصير في المحاضرة، أقول في المحاضرة في قاعة، في القاعة تاعت المحاضرة. البلاتو زي ما بدي أقول أنا البلاتو اللي هذا البلاتو بده يكون متوفر فيه كل الشغلات، يعني المكان اللي بيتم فيه كل عملية التسجيل والتصوير والبث وما شابه، هذا البلاتو. غرفة التحكم هذه غرفة بدها تكون بس وظيفتها خاصة، إلها وظائفها الخاصة وإلها اللي هو الأجهزة اللي بيتم التحكم فيها، في اللي هو مثلا اللي بيحدث في البلاتو بيتم التحكم فيه من وين؟ من غرف التحكم. طيب لكن غرف التحكم إيش بيكون موجود فيها الكنترول روم، والبلاتو إيش بده يكون موجود فيه؟ خلينا نشوف حاجة حاجة. اللي هي الكنترول روم بيكون فيه حاجة اسمها مازج الصورة، مازج الصورة، ودائما لفظه بيكون سويشر، سويتشر. تمام، السويتشر هذا دائما بسميه مازج الصورة، السويتشر. تمام، السويتشر. طيب مازج الصوت دائما بقول عنه المكسر. وين المكسر؟ لما تسمع كلمة مكسر انت روح ان شاء الله على مثلا الزيارة على فضائية، ان شاء الله نتعرف فيها على هذه على مكونات او غرفة التحكم، بنشوف فيها مازج الصورة في غرفة التحكم، بتشوف فيها مازج الصوت، وبتشوف اللي هو كمان جهاز مراقبة جودة الكاميرات، جهاز مراقبة اللي هو جودة الكاميرات اللي هو دائما اختصاره اللي هو C.C.U لكل حرف معنى بكلمته الإنجليزية، حنأخذه إن شاء الله الجيت بعد اللي هو ما نشرح لكم المكونات، حنشرح كل مكون من هذه المكونات بالتفصيل. مازج الصوت اللي هو المكسر، جهاز مراقبة جودة الكاميرات، ومجموعة اللي هو المونيتورز
تمام المونيتورز، لما اسمع كلمه مونيتورز تمام دايما بدي اجي في بالي دغري عمليه الدمج والتركيب، الصوت مع الصوره مع الشغلات هذه، الدوبلاج، التصاميم، الشغلات هذه كلها في دائما بتكون في المونيتور. ايضا اللي هو بيكون عندي في غرفه التحكم سماعات، وبيكون عندي وحده تخاطب تي دوت بي دوت، وحده التخاطب، وبيكون عندي نظام اضاءه اللي هو بنرمز له باللي هو ال دوت اس دوت، وبيكون عندي ايضا مصادر صوت اللي هي من فضلها او اختصارها اللي هي اس دوت اس. تمام. اذا في غرفه التحكم، في غرفه التحكم بيكون عندي مازج صوت ومازج صوره، بيكون عندي جهاز مراقبه لجوده الكاميرات، وبيكون عندي مجموعه المونيتورز وايضا سماعات بالاضافه لوحده التخاطب ونظام اضاءه ومصادر صوت. طيب البلاتو ايش بيكون في البلاتو؟ البلاتو بيكون في شبكه اضاءه. البلاتو طبيعي تلاقي فيه مجموعه من الكاميرات، تمام، بتلاقي فيه مجموعه من المايكات، بتلاقي مونيتور، بتلاقي ايضا هذا المونيتور برضه موجود في البلاتو، تمام، مونيتور موجود في البلاتو، ايضا بتلاقي اللي هو الكابلات دائما، وبتلاقي سماعات، وبتلاقي الديكور، وبتلاقي اكسسوارات، وبتلاقي ارضيات، وبتلاقي حوائط معزوله، لانه احنا بنتكلم على المكان اللي بيتم فيه عمليه التصوير. اذا بتلاقي اضاءه في المكان، صح، مش بتلاقي كاميرات موجوده، مش بتلاقي مايكات، بتلاقي مونيتور، وبتلاقي كابلات على الارض، وبتلاقي سماعات موجوده، وبتلاقي ديكورات، وبتلاقي اكسسوار، وبتلاقي مزهريات، وبتلاقي ارضيات، وبتلاقي حوائط معزوله ايضا. عشان هيك بدنا نفرق ما بين غرفه التحكم وما بين البلاتو، تمام. طيب نيجي نفصل بالتفصيل، نشرح مكونات الاستديو، نشرح مكونات الاستديو. نبدا في غرفه التحكم زي ما تحدثنا، هاي غرفه التحكم اللي هي قلنا فيها مزج الصوت ومزج الصوره وجهاز المراقبه ومجموعه المونيتور والسماعات ووحده التخاطب ونظام الاضاءه ومصادر الصوت. بدنا نشرحهم واحده واحده. اذا في غرفه التحكم بيبقى عندي مزج الصوره. ايش هو مزج الصوره؟ اللي هو قلنا بنرفضه اللي هو سويتشر. مازج الصورة هو عبارة عن جهاز بيكون فيه مجموعة من المفاتيح، هذه المجموعة من المفاتيح دائما بتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا دائما بالكاميرات والميكروفونات، وتكون هذا الارتباط عبر كابلات، يعني مش حتى ارتباط لاسلكي، عبر كابلات. هذه الكابلات سواء بتكون موجودة تحت الاستديو في البلاتو، مش شرط تكون على البلاط، ممكن تكون في الحوائط اللي هو في أو في أو في أو في أي مكان آخر. المهم إنه هذا المكان اللي بيكون اللي بتمر عليه، اللي بتمر فيه اللي هو الكابلات، لازم اللي هو يوصل للكاميرات ويرتبط فيهم حتى يتحكم مازج الصورة السويتشر في اللي هو من خلال اللي هو مجموعة من المفاتيح اللي بدها تربط الكاميرات والميكروفونات عبر هذه الكابلات. إذن مازج الصورة باختصار شديد جهاز في مجموعة من المفاتيح مرتبطة، هذه المجموعة وين المفاتيح مرتبطة بالكاميرات والمايكات والميكروفونات، تمام، مرتبطة كيف؟ عبر كابلات. طيب مازج الصوت النوع الثاني اللي هو بسميه ميكسر، هذا الجهاز اللي بيتم فيه مزج الصوت وضبط الصوت، سواء مصدره طبعا الصوت هذا المذيع او الضيف، من خلال المايك او من خلال ماكينة العرض او من خلال ماكينة العرض. اذا مزج الصوت من اسمه ميكسر، مزج صوت جهاز مزج صوتي بيتم من خلاله ضبط الصوت، سواء مصدره المذيع او الضيف، من خلال المايك او من خلال ماكينة العرض. طيب قلنا السي دوت سي يو النوع الثالث، وهو الكاميرا كنترول يونايت. كاميرا كنترول يونايت يعني سي اللي هو الاولى ماخذه من اللي هي الكاميرا، والسي الثانيه ماخذه اللي هي كنترول، واليو ماخذه اللي هي اليونايت. وهذه الوحده اللي بتكون وظيفتها هي ضبط جوده وتجانس الكاميرات، ضبط جودة وتجانس الكاميرات بمستوى هندسي واحد، أي مجموعة كاميرات تنتقل وتنقل وتسجل شيء معين ولكن بجودة واحدة، بجودة واحدة. يعني في الاستديو في البلاتو بتكون الكاميرات كاميرا موجهة على المذيع، كاميرا موجهة على الضيف، كاميرا بتكون من فوق الاستديو، كاميرا بدها تكون متحركة. هذا اللي هو السي دوت سي
دوت يو اللي هو الكاميرا كنترول يونايت بدها تضبط هذه وتجانس هذه الكاميرات من خلال من داخل غرفة التحكم. طبعا في مستوى هندسي معين واحد أي يعني مجموعة الكاميرات هذه كلها اللي بدها تنقل أو تسجل بدنا اللي هو نعمل عملية تجانس وضبط لإلها حتى تعطيني جودة واحدة أو جودة عالية. طيب النوع الرابع وهي مجموعة من المونيتورز اللي بتكون موجودة في غرفة التحكم، هذه المجموعة من خلالها بتم عرض صورة الكاميرات والماكينات سواء ما تم تصويره أو تسجيله أو بثه. تمام؟ أنا اللي هو بعرض من خلال اللي هو مجموعة المونيتور بعرض اللي هو صورة الكاميرات والماكينات سواء ما تم تصويره أو تسجيله أو بثه. طيب النوع الخامس اللي موجود معي في اللي هو غرفة التحكم واللي بسميهم اللي هو سماعات الكنترول. طبيعي في غرفة التحكم دي يبقى عندي سماعات، مجموعة سماعات دي يسمع فيها المخرج التسجيل أو الهواء. طبعا أوت هذه من الفضلها أنه هذا التسجيل اللي بسمعه المخرج ما بيكون داخل اللي هو العملية، يعني بيكون خارجي، لكن المخرج بده يسمعه اللي هو التسجيل على أو الهواء. تمام، هذه السماعات اللي بيسمع فيها المخرج التسجيل أو الهواء. تمام. طيب وحدة التخاطب، طب كيف التخاطب بتكون وحدة التخاطب؟ المخرج لما بيسمع لأفراد العمل في عنده أكثر من مكان بيسمع فيه لأشخاص معينين. المخرج لما بده يتكلم مع المذيع بيكون على اللي هو من خلال اللي هو حاجة بيسميها الاير بيس. إيش هو الاير بيس؟ اللي هو بيبقى الجهاز هذا اللي بيعلقه على القشاط اللي بيكون تحت، وبيبقى هو المايك وين بيكون اللي هو على قميصه او داخل قميصه. تمام، هذا بسميه الاير بيس. هذا الاير بيس بس بيكون المخرج بيسمع مع المذيع او بيتخاطب فيه مع المذيع مباشره. طب لما بده يتكلم المصور مع المخرج، المخرج يتكلم مع المصور من خلال الهيد فون، من خلال الهيد فون هذا اللي بتبقى على دينيه. تمام، اللي هو زي الطوق زي هيك على دينيه، هذا اللي هو الطوق اللي بيكون مزود بسماعات، هذا بسميه اللي هو الهيد فون. تمام، اما المخرج لما بده يتكلم مع الضيوف اللي موجودين في البلاتو من خلال السبيكر، يعني بتبقى فيه اللي هو سبيكر، يعني اللي هو فيه خلال سماعات داخل البلاتو موصله في كابلات، هو من خلال اللي هو المايك في ايده، ميكروفون بايده، بيكون هو في غرفه التحكم بيتكلم فيه معاهم، فالصوت بيظهر اللي هو سبيكر للجميع داخل البلاتو، بيقول استعد كاميرا 2 1 محمد ضروري انك انت مثلا يا محمد انك انت تعلي الصوت، انك انت تاخذ كده رياكشن شويه، يعني بيعطيهم اللي هو تعليمات من خلال السبيكر هو جالس. اذا بيكون مع اير سبيس بيتكلم فيه مع المذيع، لما بيتكلم مع المصور بيتكلم اللي هو من الهيدفون. تمام، في المايك الهيدفون خاص فيه، ولما بده يتكلم مع الضيوف اللي بلاتو من خلال السبيكر. طيب المخرج للفي تي ار اللي هو فيديو تاب روم، هذه الحجرة اللي بيتم من خلالها بث أو تسجيل الشرائط، فيجب على المخرج هنا أن يراعي استخدام المفاتيح المناسبة للشخص الملائم. هنا بيتم اللي هو استخدام المفاتيح المناسبة للشخص اللي المناسب من خلال اللي هو غرفة الفي تي ار، الفيديو تاب روم اختصارها في تي ار، وهي الحجرة اللي بيتم من خلالها بث أو تسجيل الشرائط. وهنا يجب على المخرج أن يراعي استخدام المفاتيح المناسبة للشخص الملائم. أنت إذا دخلت تلفزيون أو فضائية لقيت غرفة مكتوب عليها VTR، أعرف أن هذه الغرفة مختصة في الفيديو تاب روم، يعني حجرة بتم من خلالها، هذه الحجرة بتم فيها من خلالها أنه بث أو تسجيل الشرائط، ويجب على المخرج هنا أن يراعي استخدام المفاتيح المناسبة للشخص الملائم. مصادر الصوت اللي هو سورس اوف ساوند، وهي عدة مصادر للصوت مثل الكاسيت والسي دي وماكينة الريل. هذه طبعا الكاسيت السي دي ماكينة الريل هذه كلها مصادر للصوت. ايضا عندي اللي هو السماعات السبيكر، في السماعات بنسمع اللي هو الاوت وما يتم تسجيله او بثه من خلال اللي هو سماعات السبيكر اللي بتكون موجودة عندي طبعا
داخل غرفة التحكم، بننفصلها اللي هو اوت يعني السماعات السبيكر اوت، تمام. نظام التحكم في الإضاءة، نظام التحكم في الإضاءة اللي هو اللايت سيستم كنترول، هذه الوحدة التحكم في إضاءة الاستديو، بتكون الإضاءة إما اللي هو مانيوال حسب احتياج المخرج من خلال اللي هو الفيدر، أو تكون من خلال جهاز التحكم أو إضاءة الاستديو بشكل آلي. بالنسبة هذه بالنسبة للمكونات اللي داخل الاستديو. طيب البلاتو بيشمل طبعا شبكة إضاءة، بتكون مجموعة الوحدات الحديثة، هذه الوحدات أفقيا أو رأسيا. شبكة الإضاءة بها أنواع عديدة من أحجام اللمبات معلقة بسقف الاستديو في تقاطع رأسي وأفقي، في تقاطع رأسي وأفقي. مثال بسيط زي صلاة الأفراح، مش بتشوف يبقى فيه في الأفق، بيبقى فيه مجموعة كشافات وإضاءات وألوان وما شابه. أيضا الموضوع الاستديو في التلفزيون نفس الفكرة، اللي هو بده يكون فيها اللي هو مجموعة من الوحدات، طبعا الإضاءة أنواعها أحجام اللمبات، سواء بتكون طبعا معلقة بسقف الاستديو أو بتكون اللي هو تقاطع رأسي، بتكون على ترايبود أو ما شابه. مجموعة الكاميرات، طبعا كاميرات الاستديو المحمولة على اللي هي البيدستول، طبعا هذه كلها مجموعة الكاميرات بتكون محمولة على البيدستول. طيب النوع الثالث الموجودة في اللي هو المونيتور، طبعا المونيتور هذا جهاز رؤية موجود بالبلاتو، بيكون يمكن من خلاله انه رؤية الاوت، يعني كل البرامج اللي على الهواء او اللقطات اثناء التسجيل، ويكون في مستوى نظر المذيع، ويلاحظ انه في استديو الاخبار يوضع جهاز اللي هو بسميه اللي هو اوتو سيو، تمام اوتو سيو، وهو جهاز عرض اللي هو جهاز عرض النشرة امام قارئها، ويكون معلق في مقدمة الكاميرا ويقرأ منه المذيع وكأنه ينظر للمشاهد مباشرة، يعني بتبقى الكاميرا موجودة أمامه، لكن فوق الكاميرا بيكون اللي هو جهاز بيجي اللي هو من فوق لتحت، بينزل الكلام اللي بيقرأه المذيع، وأنت تتخيل إنه المذيع بيقرأ من عقله، لكن هو بيقرأ من فوق الكاميرا، ووجهه وعينيه بيكون أمام اللي هو شاشة اللي هو البلاتو، لكن الكاميرا بتعطيك انطباع إنه أنت إن المذيع هذا بيقرأ من خلال اللي هو من رأسه. أيضا في مجموعة اللي هو أيضا كمان رؤساء، مثلا ممكن تلاقي قدامهم اللي هي قطعة شفاف زي لوح الإزاز، لا ترى للمشاهد والجمهور من الخارج ولا أمام الكاميرات، ولكن بيكون عليهم الكلام بشكل سحري وشفاف، ويستطيع اللي هو الرئيس مثلا أو الخطيب إنه يقرأ من خلال هذه اللوحة بدون ما يشاهده الجمهور. طبعا عندي سماعات السبيكر، في سماعات السبيكر هذه السماعات بتكون موجودة طبعا داخل البلاتو، قلنا عشان يسمعوا من خلالها توجيهات المخرج من خلال اللي هو السبيكر أو الميكروفون من داخل غرفة الاستديو لما يكون موجود المخرج. الديكورات والإكسسوارات بكل أشكالها، ديكورات وإكسسوارات خاصة بالبرامج، أيضا مجموعة من الكابلات نقل للصوت والصورة أو الإضاءة، وتكون دائما مساراتها تحت أرضية طبعا الاستديو زي ما حكينا، أرضية وحوائط، هذه في الأرضية والحوائط هذه طبعا بتكون معزولة تحافظ على صدى الصوت، تكون جيدا مواصفات خاصة لها هذه الأرضية والحوائط، كيف بدها تكون تناسب اللي هو الاستديو بحيث انه ما يجيش صوت خارجي يدخل جوا الاستديو او صوت الاستديو يطلع في الخارج، ايضا احافظ على صدى الصوت اللي موجود عندي. طيب في عندي ملحقات الاستديو، فيلحق بالاستديو اضافه الى الكنترول او البلاتو عده غرف لخدمه الاستديو، وهي عندي هذه طبعا ملحقات للاستديو، طبعا اضافه للكنترول والبلاتو في غرف اخرى بتخدم الاستديو، زي غرفه اللي هو اللي هي تيلي سين روم، هي هذه اللي هي التيلي سين روم، تستخدم في عرض الشرائط السينمائيه مهما كان مقاسها، يعني بس هي استخدامها انها بتعرض الشريط السينمائي، يعني بكل انواع مقاسه، اي مقاس لاي شريط سينمائي بتم اللي هو عرض اللي هو هذه الشرائط من خلال هذه الغرفة. في هذه الغرفة بتدخل انت على التلسين روم، بتشوف اللي هو جميع الشرائط السينمائية، وبتم استخدام هذه الغرفة لعرض هذه الشرائط فقط. طيب
الغرفة الثانية اللي هي الفيديو تاب روم، من اسمها فيديو، بتم فيها هذه الغرفة بيكون فيها ماكينات تسجيل وبث البرامج على الهواء. بتلاقي في هذه الغرفة ماكينات التسجيل وبث البرامج على الهواء. طيب لكن في الماستر كنترول روم، الغرفة الثالثة هذه في الماستر كنترول روم واللي هي بيختصروها M.C.R، هذه الغرفة هي غرفة التحكم الرئيسية اللي بتتحكم في كل ما يذاع من مواد، وهو يوجه الاستديوهات في مجالي جودة الصورة والصوت. دائما يوجه الاستديوهات في مجالي الجودة بتاعت الصورة وبتاعت الصوت في غرفة بنسميها طبعا اللي هو الماستر كنترول روم. طبعا هذه مجموعة من الصور اللي احنا شايفينها، انا شايفين هذه كلها عبارة عن شاشات هنا صغيرة، هذه غرفة التحكم بالمكسرات بالأجهزة، هذا داخل غرفة التحكم، هنا شاشات كبيرة زي ما انتم شايفين في الأعلى، وهنا شاشات صغيرة أيضا لمجموعة الكاميرات في جميع أنحائها. غرف التحكم هنا بتكون موجودة، هنا السبيكر أو اللي هو اللي بسميه المكسر اللي بقدر أتحكم فيه وأتواصل فيه، طبعا بالكابلات بالأجهزة بالهيدفون بالإير سبيس، مكان المخرج وين بيكون جالس، غرفة التحكم. هذه أيضا مجموعة اللي هو التلفزيونات الاستديوهات زي ما انتم شايفين في غرف التحكم. أنا أيضا هذه صور لغرف التحكم، وهذه صورة لغرف التحكم زي ما انتم شايفين، لاحظوا صورة لغرف التحكم كبيرة الحجم، لاحظوا أيضا هذا جهاز المكسر، تلفزيونات. إلى هنا طبعا تنتهي محاضرة اليوم، إن شاء الله سنراكم في المحاضرة القادمة لنتعرف على موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.